احنا قمنا بتنظيم هذه النسخة الثانية من مباراة الصيد اللي كنا سبقنا العام اللي فات درناها، ولكن درناها في رمضان. هذا العام ما تمكناش نديروها في رمضان لان احوال الجوية ما ساعدتناش، الوغ عملناها في هذه الوقيتة. هذه المسابقة محلية، شاركوا فيها 18 زورق ترفيهي للصيد، فيهم واحد الزورق اللي ماجي من اسبانيا. النوعية الاسماك اللي اصطديناها هي اسماك كبيرة من نوع الشامة، الباغر، الميرو، الباديش، غوراسي، البونيتو. هاد الاسماك هذه راه احترمنا فيها المعايير المتعارف عليها دوليا من ناحية الاحجام والاوزان. وهاد الاسماك ان شاء الله في هذا اليوم الاول من المسابقة غنفرقوها على مدارس قرآنية، طلبة القرآنيين اللي كيقراو في مدارس داخلية، ونفرقوها على جمعيات خيرية منها دار العجزة، لاكريش دو طونجي. السلام عليكم، معكم أمين ولاد سكينة ديال ليكيب يوبادي. اليوم شاركنا في لا كومبيتيسيون ديال جيغيد اللي نظمها الياش كلوب ديال طونجي بمشاركة مع لا مارينا، وداز النهار مزيان، صادينا مزيان، كان تبارك الله كاين الحوت. واللي كاين هي بان الحوت هذا كامل ان شاء الله غيمشي لي زاسوسياسيون، غيتعطى للجمعيات الخيريه، وسانو في بليزير نشاركو حتى حنايا في هذه التظاهره. السي الطيب حتى هو شارك معنا، هو اللي كان لو شامبيون ديال ليديسيون اللي دازت في سبتمبر 2022. ان شاء الله هذه تكون زينا شامبيون. لا زينا سي الطيب، كل واحد لا لا سي الطيب لا هادشي ماشي مابقاش لو شامبيون، بقات غير في لا بارتيسيباسيون. اكزاكتومون اكزاكتومون، لورغانيزاسيون اللي مزيانه، وكنشكرو و لومبيونس سورتو لومبيونس، راه هادشي رائع. هاد ليزيفينمون مهمين في هاد المدينه، هادشي اللي كاين. صحة، الله يعطيك الصحة خي طيب، شكرا. العربي العيساوي ليكيب ديال باتو سعاد اللي كتكون من 4 ديال الناس، دونك ياسين، نور الدين، مراد وانا. دونك هذه لا دوزيام ايديسيون ديال لا كومبيتيسيون اللي كان خصها تكون في رمضان وتروبورتات، لان ما كانوش لي كونديسيون كليماتيك فافورابل. اليوم سي لا بروميير مونش، بروميير جورني، وغادي ان شاء الله ساسخا لا دوزيام جورني. دونك لا جورني بدات 6 الصباح وتكملت 8 د العشيه. دونك لا جورني دو بيش كانت معتبره مخيره، الحمد لله كلشي داز في امان الله، كلشي بخير. رجع اليوم صدنا واحد لا فاريتي ديال 4 الانواع ديال الحوت، كاين شاما وكاين باغار وكاين باديخو وكاين باكورا. السلام عليكم، معكم دريس التازي. انا جيت من الدار البيضاء باش نشارك في هذه المسابقه اللي تنظمت هنا في طنجة، وفي واحد المستوى جميل، واحد المجموعه ديال الناس اللي كيحبوا هذا الصيد وهذه الهوايه، انا منهم. الو، اليوم الحصيله ديالنا اللي شبرنا اليوم في النهار الاول، تبارك الله موجود الخير. شامه تكون فيها تقريبا واحد 17 كيلو بياسه، وحده اخرى فيها تقريبا واحد 13 كيلو، وتبارك الله انواع واحد اخرين. نضنا في الصباح بكري مع الفجر، صليناه وخرجنا ناشطين، الحمد لله خرجنا مع داك الخمسه الصباح، بدينا الصيد مع داك 6:30، والبحر كان ممتاز، شنو نقول لك، الجو ممتاز، البحر كان مهدن، وانت تبارك الله الخير اللي خرجنا منه.
4 كيلو و 600 وكرر الوزن 4600 سمكة شامة. إذن عندو سمكة الأولى سانتيير جميلة صراحة أمام الجمهور. أنا لازم تحكي صورة للفكرة مع إذن أكرر السمكة الجامعة مع نجم مركب هلو تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.